بسم الله الرحمن الرحيم. دوت يعتبر الدرس الرابع في البلاي ليست بتاعت تعليم الرسم في الجافا. احنا يعتبر في الدرس الاول درسنا اساسيات الرسم، ازاي نرسم ريكتانجل والاوفال والكلام ده، وعرفنا الاكس اكسس والواي اكسس والهايت والويدز والكلام ده كله. وفي الدرس الثاني درسنا ازاي نرسم مروحة على شكل اركس كتير. والدرس الثالث درسنا ازاي نرسم عربية، ودوت هنرسم اخر حاجة اللي هي الكمبيوتر. طبعا زي ما قلنا احنا اول حاجة بنعرفها ابعاد الفريم بتاعتي هتكون 1000 لغاية 80 لغاية 800 اسف. بعد كده نيجي على الرسام، نعمل ريسايز ونختار الابعاد اللي انا مستخدمها بحيث ان انا الرسمة تكون مظبوطة معايا. دي الابعاد. تاني حاجة هرسم، قلنا على الرسام عادي جدا. الكمبيوتر بيتكون من ايه؟ بيتكون من مونيتور موجودة كده، تمام. المونيتور دي احنا قلنا لما بنيجي نقف على المونيتور، بنيجي نقف عليها على الكورنر كده، بنشوف تحت خالص اقصى الشمال، بنلاقي 119 و72، دي الاكس والواي. فهنا هاجي جوه الكود بتاعي، طبعا دي الفانكشن اللي بنرسم فيها. اول حاجة بنعمل سوبر دوت بينت كومبوننت عشان تنظف الشاشة، وبنبعت لها جي. هنا هقول له ايه؟ هقول له جي دوت درو ريكت، هتاخد الاكس والواي اللي احنا قلنا عليهم بقيمة 117 و 74. فاضل لها كده ايه؟ فاضل لها الهايت والويدز. الهايت والويدز ظهر اللي هنا ب 503 و 308، ف 503 و 308 ونتست، لان هو تمام اترسم. تمام، المفروض المونيتور دي بيكون جواها الكونتنت او المونيتور التانية، فدي هتتعمل بالشكل ده اهو. الابعاد بتاعتها ظاهرة اللي تحت في اقصى الشمال زي ما قلنا 133 و 88. ادي اهو هناخد كوبي 133 و 83. مية تلاتة وتلاتين وسبعة وتمانين آسف. والويدز والهايت ظاهرين لنا 437 473 279، وهنتست. تمام اترسمت عادي. دلوقتي محتاجين نرسم ايه؟ محتاجين نرسم الكيسة اللي هي بتكون برضو على شكل ريكتانجل. تمام ادي اهو. الابعاد بتاعتها هتكون 714 و 29، 713 و 29. احنا هنعمل ريكتانجل تاني، 713 و 29 مش، والطول والعرض بتوعها 247 و 488. دي 247 و 488. تمام رسمنا الكيسة. محتاجين نرسم ايه؟ محتاجين نرسم جواها بتاع السي دي روم. السي دي روم برضو بيكون عبارة عن ريكتانجل اهو. الابعاد بتاعته هتكون عاملة 730 و 45، 730 و 45، والطول والعرض بتوعه 203 و 34، 203 و 34. تمام عملنا السيدي روم. المفروض السيدي روم ده بيكون فيه زي بطن، البطن ده هنعمله على شكل اوفل اهو. طبعا الابعاد بتاعته اهي 903 و 85. جي دوت درو اوفل 903 و 85. هي اللي يكون ده 85، 58، معلش بس هربط الرقم. والويدز والهاي بتوع 21 و 14، ونتست ونشوف. تمام عملنا الزرار. المفروض هنا في زرار في الكيسة ديت اللي هو بيعمل الباور، فطبعا ده هيكون على شكل اوفل برضو. الأوفل ده أبعاده هتكون 781 و 318،
يبقى هنعمل اوفل كمان جي دوت درو اوفل 700 وكام 780 و 318 او 320 والابعاد بتاعته 118 و 100 الطول الويدث 118 والهايت 100 حلو ده اوفل هنرن نشوف زي ما شفنا زرار الباور قلنا هنا طبعا ممكن هنا احط كلمه احط هنا برضو جواه اوفل اوفل تاني بحيث ان انا جواه ادوس كلمه ستارت تمام ودي الابعاد بتاعته هتكون 802 و 340 جي دوت برو اوفل 802 و 480 و 340 اسف 340 والويدث بتاعه 7 9 والهايت 5 7 نرن ونشوف تمام انا عايز احط جواه مثلا كلمه ستارت بحيث او ستارت مثلا بحيث ان هو تعمل ستارت لما يداس عليه الابعاد بتاعت الكلمه دي 820 و 350 يبقى هستخدم فانكشن درو سترينج اول حاجه هناخد الكلمه ستارت 820 و 350 نرن نشوف الكلمة مش مظبوطة عشان خاطر أكيد أنا نقلت الأبعاد غلط تمام 820 820 و 370 370 عظيم المفروض هنا أنا دلوقتي عملت الشاشة المفروض في كيبورد الكيبورد هتكون عبارة عن ريكتانجل هنرسم الريكتانجل ماشي الريكتانجل ده الأبعاد بتاعته 122 و 418 يبقى 122 و 418 والهايت 507 و 130 تمام انا عايز احط زرار السبيس بار هنا في الشاشه فده الابعاد بتاعته هتكون 267 و 511 والويدث بتاعه هيكون 201 والهايت هيكون 27 ادينا حطينا السبيس بار عايز اعمل الكيبورد الكيبورد هتتكون من ايه بقى التركيز هنا هيكون مكونه من خطوط في اول خط ده هنستخدم فانكشن الدرو لاين ادي اهو ده اول خط الخط ده فانكشن الدرو لاين جي دوت درو لاين بتاخد ايه بتاخد اكس 1 واي 1 واكس 2 واي 2 الاكس 1 هنا عامله كام اكس 1 هنا عامله 125 125 والواي عامله 438 طبعا هنا الواي احنا قلنا الواي اللي هي الارتفاع ما بينها وما بين فوق فالواي هنا هتكون ثابته الواي 1 هتساوي الواي 2 438 والاكسات الاكسات هتكون ايه متغيرة لأن الإكس هنا بقى اتغيرت إن الإكس عبارة عن إيه؟ من الشمال لليمين فدي قيمة الإكس ولو مش عارف يعني إيه الإكس أكسس واي أكسس شوف الفيديو الأول يبقى كده الإكس هتكون عاملة 626 626 نتست ونشوف تمام بالظبط محتاجين نعمل إيه الخط التاني
الخط التاني الاكس بتاعته زي ما هي، يعني من الاخر محتاجين نعمل الخط التاني للخط التاني. الخط التاني هيبدا برضو من 125، احنا قلنا 125 دي من البدايه للنهايه، يعني الاكس 2 والاكس 1 بتوع الخط الاول هم هيكونوا زي بتوع الخط التاني بالملي، لكن الاختلاف هيكون في الايه، في الواي 1 والواي 2. فالواي هنا هتكون عامله بكام؟ الواي هتكون عامله 465. وبرضه احنا اتفقنا ان الواي هي الارتفاع، ف 465 هتكون هنا برضه. هنتست ونشوف. تمام، محتاجين نعمل ايه؟ نضيف خط كمان. اتفقنا ان هي الاكس 1 والاكس 2 هيكونوا ثابتين، لان انت بتتكلم في مسافه من هنا لهنا، والمسافه اللي من هنا لهنا مظبوطه. هنغير في الواي، ماشي، نضيف خط كمان. الخط كمان ده الواي 1 والواي 2 اللي هما بيساووا بعض اوريدي 484. 484 نتست ونشوف. الخط ده 484. شوف ايه اللي حصل هنا. تمام، هي كانت بس كان في مشكلة في الرقم من عندي مش أكتر، كنت عامل كوبي غلط. أدي أهو ده التالت خط. نعمل خط رابع كمان اللي هو هيكون أخير. كده، وده هيكون 502. قيمة الواي احنا طبعا قلنا في الخطوط دي بتاعت الكيبورد مش هنهتم بالاكس، خلاص احنا جبناها اول مره فمش هنجيبها تاني، الاكس 1 والاكس 2 لان هما زي بعض، لكن دلوقتي محتاجين نجيب واي 1، والواي 1 بتكون هي واي 2. فالواي 1 هيكون هنا 502. 502 تمام، عملنا الخطوط. محتاجين نعمل ايه دلوقتي؟ محتاجين نعمل الخطوط التانيه اللي هي من الاخر كده. طيب عايزين نفكر بس في الحته دي شويه. ايه التفكير اللي هيكون مطلوب هنا؟ لما انا هعمل الخط ده انا هنا بكون مثبت ايه؟ ديت هنا النقطه دي بيكون فيها اكس 1 واي 1. حلو، الاكس هنا بتكون ثابته، اكس 1 بتساوي اكس 2، يعني الاكس 1 هنا بتساوي الاكس 2 هنا. طيب الواي 1 هنا مختلف عن الواي 2 هنا بعكس الخط ده، فهنا بالتالي الاول هعمل خط واحد كده هقول له درو لاين، هقول له ان الاكس 1 اللي هي ب 146 هي الاكس 2 اللي هي برضه 146. طب الواي 1 والواي 2، الواي 1 مختلفة، فالواي 1 هتكون بكام؟ هتكون ب بسم الله الرحمن الرحيم 417. 417. طيب الواي 2 500 كام؟ و4. طيب نشوف. طيب حلو، عملنا اول خط. هل انا اقعد بقى هعمل خطوط كتير واقعد كل شويه اغيره؟ انا كده هفتح في الكود. طيب الحل ايه بقى؟ الحل ان انا احط كده اقول له فور، اعمل ايه؟ اعمل فور لوب انت اي. هتبدا الاي بتاعتي هتبدا منين؟ مش احنا قلنا ان الاكسات هتتغير؟ الاكسات هتتغير، بس انا دلوقتي يعني مش احنا في الاربع خطوط ديت، في الخط الاول هنا والخط الثاني اللي هنا والخط الثالث هنا والخط الرابع هنا، الاكس 1 والواي 1 لما اكس 1 واكس 2 لما جبناها هنا من اول خط بقت هي زيها في الخط الثاني والخط الثالث والخط الرابع، تمام. لكن في الخطوط ديت اللي هي بتكون بالشكل كذا وشكل ده، تمام،
اللي هيفضل ثابت طول ما انا هعمل في الخطوط ال y1 وال y2، لكن اللي هيتغير ايه؟ x1 و x2. معنى كده ان انا لو هعمل i فالاي بتاعتي هتقعد تغير قيمة الاكسات وليس الواي. حلو، يعني هنا كنا بنغير قيمة الوايات ولكن الاكسات زي ما هي، اهي دي الاكس زي ما هي والاكس زي ما هي والاكس زي ما هي، بس الواي متغير. لكن ديت هتغير قيمة الاكسات وتسيب الوايات زي ما هي كما هو عليه. فالاكس هتبدأ اول مرة ب 146، تمام، لان انا اول بعد خط رسمته هتحتاج ترسم كل خط بس ب 146، تمام. طبعا قلنا x1 هي x2. طيب انا لو انا نفترض سبوز ان انا حطيت الخط ده، تمام، الخط ده بعد ما بينه وما بين الخط التاني ايه؟ شايفين الاكس بتاعته بكام؟ ب 170، يعني لو تشوفوا تحت اقصى الشمال 170 ودوت 146. معنى كده ان احنا ممكن نقول ان الاكس ان الاي سوري اصغر من او تساوي، يقعد يلف لغايه لما يوصل لفين؟ لغايه لما يوصل لنهايه البعد اللي هو بتاع ديت اللي انا محددها بالاصفر دي، اللي هي كام؟ اللي هو كان 630. فين 630؟ اللي هي بتاعت الريكتانجل ده، بتاعت الريكتانجل بتاع ايه؟ بتاع الكيبورد. يعني شايفين الكيبورد اهو، شايفين لغايه 628، فتفضل تلف لغايه 628 او 628. اه تمام. في كل مرة مش احنا قلنا بين الفرق بين ده وده الاكس بتاع ده والفرق بين الاكس بتاع ده 30 تقريبا، في كل مرة يقول له ايه؟ اي بلس ايكوال 30. تمام، ال 146 هحط بدلها اي، 146 دي هحط بدلها اي. احنا كده بنغير قيمة الاكس اكس 1 والاكس 2، مش محتاجين الوايات، الوايات ثابتة بنجيبها مرة واحدة بس. ندوس رن، تمام، لقينا ان ايه؟ لقينا طبعا لو انا عايز اشيل الخط دوت اللي على الجنب ده بسيطة جدا، ممكن ازود دي خليها 30 بحيث ان هو تتحط نوعا ما، اتظبطت نوعا ما. تمام ماشي، محتاج اعمل ايه دلوقتي؟ محتاج احط الماوس. الماوس هتكون عبارة عن شكل بيضاوي اهو، الشكل البيضاوي ده الاكس 1 والاكس 2 15، اكس سوري الاكس والواي 15 و399. يبقى طبعا دي الفرو دي خلاص، درو جي دوت درو اوفال، قلنا دي 16 او 17 و389، والويدز والهايت 8.6 و1.4.3. نشوف نران كده، عظيم جدا، عملنا ايه؟ الماوس. طيب الماوس محتاجه خط، يعني خط كده ما بينها. طيب الخط ده الاكس 1 بتاعته عامله 24 او 23 والواي عامله 444، يبقى جي دوت درو لاين 24 و444. طبعا الواي ثابتة لان الواي ارتفاعها ما بين ده لده، فكده الواي هنحطها 444. هنشوف قيمة الاكس 2 عاملة كام، الاكس 2 عاملة 98. نتست، طيب عايزين نحط خط في النص ما بينهم عشان يعمل اللي بتاع الرايت كليك والليفت كليك. تمام اهو الخط ده الاكس بتاعته عاملة 63 و399، يبقى جي دوت درو لاين 63 و399، والاكس 2 طبعا هنا الاكس ثابتة كنت 93، لكن الواي هي اللي هتكون الواي 2 هتكون متغيرة، فهتكون 4 4 3 4 3. طيب نرن، تمام. دلوقتي احنا محتاجين نعمل بقى ايه؟ كده احنا عملنا الكمبيوتر بتاعنا خلاص. والله عايز بقى نعمل خط عشان يوصل ما بين الشاشة
ماوس ما فيش اي مشكلة طبعا. عرفنا ازاي. انا عايز دلوقتي اكتبه في الكمبيوتر SMTI او welcome to my computer. طبعا ما ننساش ان الخط طبعا التكست دي مكتوبة في 284 ده الاكس اكسس والواي اكسس 215. فكده هقول له g.drawString 284. طبعا هنكتب هنا string اولا welcome to my computer. الواي اكسس هكون 250 و 220. تمام. طبعا ممكن نتخن الفونت وممكن نعمل فيه حاجات كتير. ايه تاني تقريبا كده مفيش. بس بقى لو انا عايز ايه يعني ممكن شوية لمسات للكمبيوتر بتاعي بحيث ان انا اظبطه اكتر واخلي شكله واضح اكتر ان هو كمبيوتر. اعمل ايه؟ ممكن مثلا اقول ان انا هخليها بدل درو هخليها فيل. تمام. هقول مثلا جي دوت سيت كولر تكون مثلا كولر دوت بلو. اي حاجه بقى. انا بالنسبه لي رسمت الكمبيوتر خلاص، عايز ارسم بقى اعمل اللي انا عايزه. وهو طبعا التاني اللي هو الجزء اللي جوه الشاشه اخليه جي دوت سيت كولر واخليه مثلا كولر دوت بلاك زي ما كان. ودي نخليها فيل ونعمل دي وايت مثلا. تمام. طبعا الاجزاء التانية نخليها جي دوت سيت كولر نخليها كولر دوت بلاك. اي حاجة احنا عايزين نعملها تظبيطات في الكمبيوتر بقى تقدر تظبطها، تظبط الالوان الكلام ده، تظبط الشاشة. فادينا ظبطنا الشاشه، ظبطنا الماوس، ظبطنا كل شيء. طبعا كود الكمبيوتر اللي انا هحطه هيكون فيه شكل الكمبيوتر بشكل يعني مور بروفيشنال شويه، مظبط فيه حوار شكل الخط ومظبط فيه حجم الفونت والكلام دوت ومظبط فيه الالوان بتاعه الكمبيوتر. بس الفكره اديها اتشرحت. شكرا، واتمنى ان الناس كده تكون فهمت الرسم ويقدروا يطبقوا الكلام ده لو جالهم في امتحان العملي.